السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم يا جماعة؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. النهاردة ان شاء الله هنعمل كوردون بلو، حاجة كده بسم الله ما شاء الله تحفة. بصوا يا جماعة الجمال، والله بجد حاجة طعمها فظيع. ندخل بقى على المقادير. انا معايا هنا هو البانيه، ماشي، غسلاه كويس جدا ورش عليه ملح وفلفل. اهم حاجة تكون الشرايح بتاعته مش تخينة عشان اعرف الفه. معايا هنا بقى جبنة مبشورة، معايا شريحتين بسطرمة، ومعايا كده اي نوع لانشون، وبالسوسيس بيبقى تحفة. انا بقى هفرد كده البانيه، وهجيب بقى كده قطعة اللانشون بتاعتي اقسمها. اهم حاجة تكون شريحة رفيعة، واحط شوية جبنة كده اهو. ده شكلها، وهبدأ الف. هضغط عليها كويس جدا وانا بلف عشان متفكش مني، وما تلاقيش ما شاء الله ما بتفكش ولا حاجة. اهو ده شكلها، بصوا الجمال. نعمل واحدة كمان اهو، افردها كده اهو. لو جبت البانيه ولقيتيه تخين شوية رققيه كده بالسكينة اهو. كده بقى انا حطيت البسطرمة وحطيت الجبنة المبشورة، وهبدأ برضه اسمي الله كده والف اهو. اهو كده انا خلصت اهو يا جماعة. ده بقى كده الشكل النهائي للطبق اللي انا عملته، ماشي. ندخل بقى على الكفر الخارجي. انا معايا هنا بيض وبقسماط ودقيق، هيتحطوا في البيض في الدقيق، وبعد كده البيض، وبعد كده البقسماط، والطبق الفاضي. وده الكوردون بلو عادي. هخفق بقى البيض كده عشان الزفارة بشوية ملح وفلفل. اهو كده خلاص تمام معايا. هروح بقى كده على الكوردون بلو، هنزله على الدقيق الاول. ده بيديله طبقه كده يا جماعه سميكه حلوه من بره، وبعد كده هنزله في البيض، وبعد كده هحطه في البقسماط. بصي اضغط عليه من جميع الاتجاهات عشان يشرب بقسماط معايا، وما تقلقيش ما بيفكش ما شاء الله ولا اي حاجه. اعمل واحده كمان كده اهو. اضغطي عليها بايدك عادي خالص، متلاقيش اهو. بس كده يا جماعه، كده انا خلصت الكميه كلها. ده شكل النهائي، واتبقى كام قطعه بانيه كده عملتهم عادي. هحط بقى الزيت كده على النار واسخنه كويس، وهقوم منزله كوردون بلو كده اهو. هبدا احمر فيه لغايه لما ياخد اللون الذهبي الحلو ده اهو. ما شاء الله بجد حاجة كده جميلة. اختلاف بقى عن البانيل عادي والكلام ده كله، تغيير يعني. وده الشكل النهائي يا جماعة، واتمنى الفيديو يعجبكم. ولو الفيديو عجبكم تحط اللايك والاشتراك في القناة عشان يوصلك كل جديد ان شاء الله انا بعمله، واستنوني في فيديو جديد ان شاء الله. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.